مجالس أهل الفقه خير وسيلة بها ينجلي ران الجهول مدى الدهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 57 من مجالس شرح كتاب المقنع للموفق أبي محمد بن قدامة رحمه الله، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الأحد 11 من الشهر السادس من عام 37 و400 ألف للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. مسألة زكاة الفطر مسألة متضمنة في قول المصنف أنه لا يجزي غير ذلك، فغير هذه الأصناف هو على نوعين، إما أن يكون قوتا وهذا سبق الحكم فيه أو ذكر الحكم فيه عند الفقهاء، وأن الراجح الذي عليه الجمهور جوازه وصحته، بل بعض الفقهاء كما هي طريقة مالك يقدمه. والمسألة الثانية أو النوع الثاني مما خرج عن الأصناف المسمات هو القيمة، والقيمة بمن يعطي نقدا بدل أن يعطي صدقة الفطر طعاما. القيمة جمهور العلماء لا يرونها مجزئة، وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى جواز إخراج القيمة ومع وجود أو مع إمكان إخراج الطعام. ذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة مع إمكان إخراج الطعام. والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو أن إخراج القيمة لا يصح ولا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام، فسماها الشارع صاعا من طعام، والشارع في تسميته لا يعدل عنها. وإذا نظرت فيما سمى الشارع في الكفارات وفي أحكام المال وجدت أن ما سماه الشارع لا يصح العدول عنه، والشريعة جرت بأن ما أرادت الشريعة فيه الإطلاق لم تسمه في المال. ولذلك في بعض الأحكام المالية قدرتها الشريعة لما أرادت تعيين التقدير، كنصاب الزكاة أي ما يجب في الزكاة، كالذي يجب في الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر، وفيما سقت الأنهار والغيم من الزرع العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر، فهذه سمته الشريعة. ولما جاءت بعض أحكام المال أرادت الشريعة ألا تسميها، تركت ذلك إلى العرف، لينفق ذو سعة من سعته، كنفقة الزوجة على زوجها، ما يجب أن ينفقه الزوج على زوجته لم تسمه الشريعة. ففي أحكام المال عموما إذا سمت الشريعة القدر أو الصفة لم يصح العدول عنه، إذا سمت الشريعة القدر أو الصفة لم يصح العدول عنه، وإذا أطلقت الشريعة القدر أو الصفة صح العدول أو الرد إلى العرف بحسب ما يقع. قد يقول قائل إذن لماذا جمهور العلماء قالوا يصح من كل قوت؟ هنا اختلفوا في فقه الحديث، هل النبي ذكر ذلك على سبيل التعيين ولا على سبيل بيان القوت؟ فمن فهم الأول كما هو المشهور من المذهب قال بتقييد ذلك، ومن فهم الثاني قالوا إنما أراد الشارع تسمية ما كان قوتا عندهم، فهم الثاني قال بالقوت، وإلا لم ينزع القول الثاني الذي عليه جمهور العلماء، لم ينزعوا إلى مسألة أن التسمية لا أيش، لم ينزعوا إلى أن التسمية لا أثر لها البتة. لكن هو المقصود من هذه التسمية، هل المقصود من التسمية التعيين أو التنبيه على القوت وذكر القوت لئلا يصار إلى ما ليس قوتا، لئلا يصار
إلى ما ليس قوتا. ولذلك هم لما قالوا عن الجمهور قالوا لا بد أن يكون قوتا. فمثلا الفواكه التي لا تعد قوتا مع أنها تؤكل لكنها لا يصح إخراج صدقة الفطر منها. قالوا فلما كان جميع ما ذكر في الرواية هو من القوت دل على أن ذلك في القوت خاصة. فإذا عند عامة الفقهاء يرون أن ما ذكر من التسمية له أثر، إما أنه مؤثر في التعيين وإما أنه وصف كاشف لبيان حقيقة المقصود، وأن المقصود هو إيش؟ القوت. هو إما تعيين أو وصف كاشف لبيان المقصود. أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه قالوا بأنه يصح إخراجها من يصح إخراج القيمة بدلا عن الطعام مع إمكانه. وهذا القول كما ذكرت بعيد، لأنك إذا نظرت في نصوص الشريعة التي ذكرت أحكام المال وجدت أن للشريعة في هذا طريقتين، طريقة التسمية طريقة إيش؟ الإطلاق والإرسال. فما أرادت الشريعة فيه الرد إلى العرف وتقدير الأصلح للناس وما إلى ذلك أرسلته لاختلاف أحوال الناس فيه وتقلب مصالحهم فيه، وما كان ليس كذلك تقتضي مصلحة المكلفين فيه التقدير أو مقام التعبد فيه التقدير سمته الشريعة. وإذا نظرنا في هذا وجدنا أن فرض زكاة الفطر كان مسمى من الشريعة بقدره وصفته، مسمى بقدره صاعا ومسمى بصفته إيش؟ طعاما من هذه الأصناف، إما تعيينا لها على المشهور من المذهب أو بيانا كاشفا لحقيقتها وجامعها، وأن جامعها هو كونها إيش؟ كونها قوتا. وهذا هو الأظهر، أنه يجزئ كل قوت، أنه يجزئ كل قوت ينتفع الناس به. وعليه فمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله مع جلالة الإمام نفسه مذهبه في هذه المسألة ليس راجحا بل مرجوح، والراجح مذهب مالك وأحمد والشافعي والجمهور من الفقهاء، لأن هذا ما جاءت به السنة. وأما القول بأن أبا حنيفة نظر لمقصود النص ونظر للمصلحة، هو بعض الناس يصعد درجة فيقول أن يعني يصعد درجتين، اللي صعد درجة اللي يقول أنه نظر لمقصود النص، والبعض يصعد درجتين ويبعد في الأمر فيجعل هذا المثال يعني مثالا للفقه المدرك والفقه البعيد والمراعي لمقاصد الشريعة والمراعي لأحوال الناس. وهذا في الغالب أن قائليه لا يعرفون الفقه، ويشد ويندر أن من العارفين بالفقه يبالغ هذه المبالغة الثانية، الدرجة الثانية، الذي يعمم هذا ويرى أن النصوص يجب أن ينظر إليها بهذه النظرة، فهذا يقع به بهذه الدرجة من التجاوز، يقع به افتيات على الشريعة في كثير من أحكامها. إذن هل المذهب الحنفي نظر لمقصود النص؟ هم حاولوا ذلك لا شك، لكن هل معناه أن المذاهب الأخرى لم تنظر لمقصود النص؟ الجواب لا، جميع المذاهب تنظر لدلالة النص ومقصوده ومقاصد الشريعة، هذه قاعدة أو معنى كل المذاهب الفقهية تشترف أو تشترك في القصد إليها، النظر في مقاصد مين؟ النظر في مقاصد إيش؟ الشريعة. كل المذاهب تشترك في إرادتها والقصد إليها، ويبقى أن الاجتهاد في تحصيل المقاصد يقع فيه الراجح والمرجوح، لأن المقاصد فيها خفاء في ترتيبها وعلو درجتها، وقد يتنازع المقصد أكثر من وجه. وإذا كانت دلالات الألفاظ التي هي أكثر ظهورا يقع في تحصيلها الراجح والمرجوح، فمن باب أولى تحصيل إيش؟ تحصيل المقاصد، من باب أولى تحصيل المقاصد. فإذا كانت دلالات الألفاظ يقع فيها كالمنطوق والمفهوم والظاهر وما دونه أو فوقه يقع فيها شيء من الفوات،
المقاصد من باب أولى يقع في تحصيلها الراجح والمرجوح، يقع في تحصيلها الراجح والمرجوح. فلا شك أن المذهب الحنفي ابتغى ذلك، لكن أيضا مذهب الجمهور ابتغى ذلك. وإذا قلت أو نظرت وبحثت هل القول بالقوت والطعام أرعى في تحصيل مقصود الشريعة من هذا أو إطلاق القيمة في ذلك، الأظهر من حيث المقاصد ذكرنا قبل قليل من حيث دلالة النص، دلالة النص وما مضت به السنة زمن النبي والخلفاء الراشدين. وإذا نظرت في المقاصد فالأظهر من جهة المقاصد، الأظهر من جهة المقاصد هو أن القيمة لا تصح، لأنه قد يتوهم البعض أن مقتضى المقاصد صحة القيمة، لكن تركنا ذلك عملا بإيش؟ بظاهر النص. هذا ليس كذلك، لأنه لا تمانع بين المقاصد والنص، بل المقاصد محصلة من النص نفسه، وهذا الانفكاك طريقة باطلة. وجود تمانع ما بين المقاصد والنص هي طريقة محدثة من بعض الكتاب والباحثين الذين بدأوا يجعلون ثمة كما يقال جدلية ما بين النص وإيش دلالة النص ودلالة المقاصد. هذا مثل الجدلية التي أثيرت قديما في العقل والنقل لما قالوا تعارض العقل والنقل، هذه جدلية وهمية في التحقيق، ومثل جدلية النص والمقصد هي جدلية وهمية ليس لها حقيقة في ذات الأمر. وإنما ليس لها حقيقة لأنك تعلم أن الشريعة لا تتعارض، والمقصد هو مقصد الشريعة ومقصد الشارع، والنص هو دلالة قول الشارع، أليس كذلك؟ فلا يقع، لا يتصور أصلا التعارض بينهما. ثانيا أن المقاصد إنما عرفت وحصلت من نصوص الشريعة، فكيف يقال النص هو إيش والمقصد؟ مثل لما قالوا العقل والنقل حصل توهم بأن النقل لا عقل فيه، يعني ليس فيه أدلة عقلية، ليس فيه النقل الكتاب والسنة أدلة إيش، مع أنك إذا قرأت القرآن وجدت فيه أدلة خبرية محضة، وجدت فيه أدلة إيش، هي قرآن من عند الله وكلام الله، لكن خطابها خطاب للعقلاء، يعني فيه مخاطبة مباشرة مع العقل تناسب المؤمن وغير المؤمن. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا كثير في القرآن، ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله يقول وخطأ طائفة أو كثير من المتكلمين أنهم توهموا أن أدلة القرآن أدلة خبرية محضة مبنية على صدق المخبر. يقول رحمه الله والحق أن في كتاب الله من الحقائق والبراهين العقلية ما لا يوجد في كتب أولئك لا ولا معشاره في كتبهم، يعني تحقيق أقوى ما قرروا في الربوبية عند جمهور المتكلمين ما سموه دليل التمانع، وجاء في القرآن ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ليس مطابقا لدليل التمانع، بل دلالته أبلغ من دليل التمانع بكثير، ودليل التمانع عليه أسئلة من قبل المتكلمين أنفسهم. الشاهد في ذلك وإن كان الراجح صحته ولكنه ليس هو الأقوى، وما ذكر في كتاب الله أحكم ولا يرد عليه وارد في كل تقدير من جهة دليل العقل. الشاهد في ذلك أن البعض أحيانا يمثل بمسألة زكاة الفطر عند الحنفية بأنها مثال للفهم الفقهي والانفتاح الفقهي، ثم تأتي هذه الدوامة التي لا تدري ما أولها وما آخرها. هذا رأي لأبي حنيفة رحمه الله، ورأي جزل من جهة الفقه، واجتهاد في محله من جهة أنه أهل للاجتهاد وقد اجتهد قبل في مسائل أكبر من هذا، ولكن قوله راجح ومرجوح كغيره من الفقهاء. والراجح في هذه المسألة أن قول أبي حنيفة مرجوح، والراجح مذهب جمهور العلماء، وهو المعمول بزمن النبوة والخلافة الراشدة. لم يحفظ في زمن الخلافة الراشدة أنهم تركوا ذلك فضلا عن زمن النبوة، ولكن من حيث مقاصد الشريعة
اللي يتكلم بهذا الآن أيضا حتى من جهة الاقتصاد ما هو مستوعب كما يجب. الآن عالميا حتى عند غير المسلمين فيما يسمى عندهم الأمن الغذائي والاقتصاد المرتبط بالاستقرار ومعيشة الناس، هذا يعتبر جانب أساسي في الدول. ولذلك مثلا ما تلاحظون أنه يصير قلق في العالم إذا أسعار التفاح زادت أو نقصت، ولا مزارع من مزارع التفاح أصابتها آفة وما إلى ذلك. لكن إذا مزارع القمح في روسيا ولا في بلد كذا ولا في كندا ولا في أوكرانيا من الدول التي مشهورة بزراعة القمح في العالم تأثر محصولها أو ما إلى ذلك، تجد إيش في زعزعة بعض الشيء عالمية تجاه الجانب الغذائي، وفي قلق من هذا، وفي كلام عن مصادر بديلة، وفي تصدر بعض المنظمات الدولية بعض التحذيرات والترتيبات إلى آخره. الشعوب ما في شعب يمكن يتكلم عن أزمة أو دولة تتكلم عن معالجة ودعم أسعار الفواكه أو ما إلى ذلك إلا في ظروف ترفيهية تقريبا. لكن في عموم الدول حتى الفقيرة يهتمون بدعم الخبز مثلا والقمح وإلى آخره. لماذا؟ لأن هذه تعتبر إيش؟ تعتبر قوتا أساسا، تعتبر إيش؟ قوتا أساسا. ولذلك حتى في جريان الربا كما تعرفون تكلم بعض الفقهاء في علة الربا في هذا الجانب، وأن الربا إنما جرى في تلك الأصناف أو في أكثر بعضها غير الذهب والفضة لكونها قوتا يكال ويدخر. فالمقصود أن كون البيوت، هذا الشاهد، كون البيوت يتوفر فيها القوت الذي يرد إلى الفقراء والمحتاجين من عامة المسلمين صغيرا وكبيرا، كون يتوفر فيها القوت فتمتلئ بقوت السنة ربما أو نصف السنة ربما أو ربع السنة ربما، هذا يعتبر إيش؟ استقرار. لكن تعطيه بدل صاع من الأرز تعطيه 10 ريال يروح يشتري فيها شيء ما يستاهل، وين مقاصد الشريعة؟ بعض الناس يقول لا الفقراء يأخذونه ثم يروحون يبيعونه. طيب حتى لو أخذوه باعوه في الغالب أنه يبيع ما زاد عن حاجته، وتصرفات بعض الأحوال بعض الأفراد وبعض الناس وبعض المظاهر اللي تشاهد أحيانا قد يكون لها حاجة، قد يبيع ليشتري لباسا للعيد، قد يفعل، هذا جزء من مقصود الشريعة، هذا جزء من مقصود الشريعة، لو باعه هو ملكه. لكن ليس جميع الناس يبيع. ثم إن الأمور في الشريعة لا ينظر إليها في لحظة سنة وأشهر ولا في بلد معين له وضعه الاقتصادي المعين. في بعض البلاد يفرحون بالقوت ويدخرونه ويحافظون عليه، وهذا كان موجود في المملكة قبل بعض العقود اللي ما أدركناها جميعا لكن أدركها الذين قبلنا، كانوا يدخرون التمر ويبقونه الحول وربما ما يزيد على الحول ويدخرون غيره ويقدرون الأمور بقدرها ويزنون الأكل بقدره، إلى أن أفاض الله ولله الحمد والشكر النعم، وجمع الله شمل البلد على خير وعلى يد الملك عبد العزيز رحمه الله ومن بعده من أبنائه حفيظ رحمهم الله وحفظ الله خادم الحرمين، وأدام علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار أنه سميع مجيب. إنما الشاهد أن جانب المقاصد هنا متحقق في الواقع. ليس صحيحا أن القول بأنها تعطى توزع على الناس على 10 ريال بدل صاع من طعام. وش الفائدة تطق على بيت شخص بتعطيه بدل ما تعطيه فقير 3 صواع من الأرز ولا 5 صواع من الأرز تعطيه 40 ريال ولا 50 ريال؟ القوت هو أنفع له لا شك، لأنه مدام محتاج أهم حاجة. وبعدين الآن كما تعرفون القوت كل الناس يأكله ويحتاج إليه غنيا أو فقيرا، لا يستغني الناس عنه. لماذا نقول هذا الكلام؟ كما قلت لكم أحيانا بعض المسائل يبالغ فيها، ومع الطرح البسيط الذي يتداول أحيانا في بعض المناسبات أو المحاورات أو ما إلى ذلك يبالغ في بعض القضايا، وأن المذهب الحنفي هو المذهب الذي سبق وما إلى ذلك، هذا كلام لا حقيقة له. كل مذاهب الفقهاء ولله الحمد مذاهب قائمة على النظر الفقهي المتين والجزل والنظر في الشريعة نصا ومقصدا وما إلى ذلك، لكن أن هذا ينتهي إلى، لكن بعض النفوس مع الأسف، وهذه هي النفوس اللي قلت أنها تزيد درجة، مولعة بمسألة الانفكاك
عن ظاهر النص إلى التتبع لشيء وراء دلالة النص. هذا بعض الناس يظنه عمقا أو فقها أو ذكاء، والواقع أنه اضطراب أحيانا في المعايير، لأنك إذا فتحت هذا المنهج لا تدري إلى أين ينتهي. هل معنى هذا أن نعطل مقاصد النصوص؟ لا، لكن مقاصد النصوص ليست ممانعة للنصوص، بل هي من مادتها وهي منها ومحصلة منها. فالشاهد حفظكم الله في هذا أن قول الجمهور من الفقهاء أرعى وأضبط، لأنه كما قلت لا تقس الأمور بحالة فردية تشاهدها، الأمور ينظر إليها باعتبار عموم المسلمين واختلاف الأزمنة واختلاف إيش؟ الأمكنة. وإذا نظرت إلى اختلاف الأزمنة والأمكنة فالآن كمسلمين أغلب المسلمين بحاجة إلى القوت. لو نظرت إلى المسلمين اللي أكثر من 1.5 مليار الآن، أغلبهم بحاجة إلى القوت أكثر من حاجتهم للنقد، أليس كذلك؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.